في أول أيام العيد الفطر المبارك تقوم الفنانة الكويتية فاطمة العبد الله بنشر العديد من الصور المثيرة للجدل وتكشف عن سقيها لتظهر رسمة الحناء فيما يبدو عليها. شاهدوا معنا باقي الصور ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر لايك واشتراك. حيث ظهرت الفنانة والممثلة ومقدمة البرامج فاطمة العبد الله في أول أيام عيد الفطر المبارك وهي تحتفل بأول أيام العيد على سطح مركب في إحدى الدول العربية وتقريبا دولة الإمارات. وكانت تظهر في الصور وهي بفستان غير لائق عاري الصدر بالإضافة لأنها تكشف جزء كبير من قدميها لتستعرض رسم الحناء على رجليها. الفنانة تعرضت لكثير من الانتقادات والكلمات القاسية بالإضافة إلى أنها في الفترة الأخيرة اعتادت على نشر مزيد من هذه أو من هذا النوعية من الفيديوهات والصور المخلة بالآداب العامة. فاطمة العبد الله هي ممثلة ومقدمة برامج كويتية، كانت في بداية حياتها الفنية تعمل في مجال الإعلام كمقدمة برامج مثل برنامج مساء الخير يا كويت على تلفزيون الكويت، لكن سرعان ما انتهزت الفرصة ودخلت عالم التمثيل في عام 2008. استطاعت خلال فترة قياسية قصيرة أن تحقق نجومية كبيرة حيث لمع نجمها في سماء الفن الكويتي من خلال المشاركة في عدد من الأعمال أهمها مسلسل شر النفوس والساكنات في قلوبنا. ولدت فاطمة محمد العبد الله في 16 أكتوبر سنة 1977 في مدينة الكويت، وهي شقيقة الفنان والملحن حسين العبد الله، ودرست العلوم السياسية في جامعة الكويت، وكانت بدايتها الإعلامية عام 2007. فاطمة العبد الله هي ممثلة وفنانة كويتية مثيرة للجدل، هجمها جمهورها بسبب رجل لكنها تزوجت 3 مرات. فقد أثارت الفنانة الخليجية فاطمة العبد الله ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها فيديو مع رجل وهي تتدرب على لعبة الكاراتيه. حقق هذا الفيديو الذي شاركته مع جمهورها أكثر من 192 ألف مشاهدة في وقت قليل، لكنها تعرضت لكثير من الانتقادات بسبب تلقيها تمارين رياضية على يد رجل. لم تكن هذه المرة الأولى التي تثير فاطمة العبد الله جدلا واسعا، حيث أثارت جدلا بسبب حياتها الشخصية حيث تعددت زيجاتها التي وصلت ل3 مرات. الأولى كانت من والد ابنها الأكبر فواز، وبعد انفصالها تزوجت من الممثل والمذيع رائد الماجد وانجبت منه، إلا أنها انفصلت في عام 2010. بعدها تزوجت في 2013 وخطبت للضابط حمد الكندري وتزوجا في 14 فبراير 2014.